هذه ورشة الأستاذ الكبير علي ودرامون في مدينة نديه، مدينة عاصمة الخط العربي والزخرفة الإسلامية. هذه بعض أعماله الخزفية، وهو أستاذ الخزفيين في مدينة نديه عندنا. يشرح لنا بعض اللوحات. الأعمال الأخ كمال ودرامون. أعمال الأخ أخوه الكريم تلميذه وأخوه كمال ودرامون. نعم. طبعا مغربي. طبعا مغربي نعم. أي طبعا رسوم التفصيلي. تفصيلي بربر. تفصيلي تفصيلي. أو طبعا بربر. طبعا بربر نعم. فيها زهري. على طراز الجزائري؟ الخط العربي فيها لوحة فنية زيتية والخط خط العربي. وهذه هنا الورشة، ورشة العمل. هذه ورشة العمل. هذا نماذج من الأعمال ممكن نشوفها ولا نعم؟ نعم. الوان ولا الفرش في بعض الاعمال القديمه يعني اظن انها تراث صح الان في اثار التراث الاعمال القديمه من اول اعمال الفنان مخدومه في باريس 1777 في باريس عرفنا الاستاذ هذا الشيخ عرفنا اعمال اخرى عندنا تفضل هذه اللي كانت خافية هذا عمل حاضر يعني هذه مجهرية المغاربة تكسرت هذه الالوان اللي الالوان اللي خدموا بها الوان معدنية معدنية خاصة بالخزف خاصة بالالوان الشرعية او الخزف باللغة العربية وهذا ال وهذا ال نعم هذا الفرن طيبوا فيه الخزف هذا الفرن القصب الخزف كم درجة اللي يصل إليها الحرارة تصل إليها 980 درجة 980 درجة هذا لو حتى هم خزف يطلعهم طابوا يعني امتزجت الأرضية بالألوان هذه هي ما شاء الله هذا هو أستاذنا سيد علي ودرامون في ورشته المتواضعة في بعض الأعمال الفنية للصور مختص في التصوير أيضا مختص في التصوير وله من الصور رائعة جدا أرخت لتاريخ نديه ولمناظر نديه من الآخر إنتاج خط لخط أخ محمد أمين تركيا عمل علي ودرامون هذا لوحات بلاطات من مسجد الشيخ مفتي في مصطفى الخاص احد علماء مدينة نديه اخر اعمال انجب ما شاء الله